بنت مصر، صوت مصر، نيل مصر، نبع وحنان وأمان مصر اللي شرفتنا النهاردة. مصر أم الدنيا، مصر أم الفن، مصر أم الفنانين. أنغام بقول لك كل الحب وكل التحية عليك. هي دي مصر، هي دي مصر بفنانينها، بمطربينها، بأجيالها، بالحب الكبير اللي أنا سعيدة بيه. أقول له أشكره على وقفته جنبي في الألبوم وفي حياتي وفي حاجات كتير قوي، وأقول له ربنا يعني يديمها نعم علينا ويخلينا لبعض. عندي احساس انه الالبوم ده هينجح، بس رد الفعل الضخم الكبير السريع كان فوق توقعاتي شوية. الحمد لله كل الابواب كان مني. حاله خاصه فعلا بالنسبه لي جدا الانغام، والحمد لله طبعا النجاح اللي حققتيه، اللي يعني انا بقول عملتي موازين جديده وعملتي شكل جديد وعملتي طريق جديد وصوت، صوت قوي، ثقافه، رقي، اختيار اغاني، وفي انتظار ان انت تجيبي لمصر من كذا مهرجان ومن كذا بلد جوائز. بقول لك الله يبارك فيك يا بوسي شلبي، متشكره جدا. مع بوسي شلبي على شاشة المحور.